ان هو دلوقتي عامل فرقه كويسه جدا، عامل فرقه كويسه، والسنه دي يعني يعني مستواه متقارب جدا يعني. ما تهاجمش تحكم من توا مين هيكسب، ما تقدرش تحكم مين ما تهاجمش تحكم توا ما تقدرش يعني. احتمال زاد الاجنبي في الاخر يعمل شويه الفرق، لكن العناصر في الافريقي وفي كل منتخب يعني من الناس القديمه ومن الناس الجديده، فانت ما تقدرش تتوقع مين يكسب. ما توا اليوم ما تنجمش تتوقع يعني المستوى ايكوال قريب من بعضه، فما تنجمش توا. طب انت متفرج مع المنتخب ولا ماسك مع نادي كمان؟ انا كنت الاثنين الحقيقه، كنت يعني ناخذ المنتخب والنادي، لكن الفتره هذه لانه عندي التزامات مع المنتخب ما كانش ينفع. كانت عندي طبعا لازم تفرغ كثير عروض الحقيقه حتى برا من تونس، والكل كانت في ليبيا في سوريا، لكن ما نجمتش ان نخرج لانه كان عندي التزام مع المنتخب. حابب تكون مع المنتخب يعني؟ حسوا يعني مشروعك، حسوا يعني عمرك كله كان في منتخب تونس. شو المنتخب؟ انا اليوم مش حتى اختياري، لانه انا نعتبر ولد المنتخب طبعاً يعني. مش كده، طول عمري يعني من سنه 95 وانا في المنتخب. صحيح. يعني حتى يوم اللي بطلت اللعب كان ما فيش اسبوع ابتديت نمرن مع المنتخب. صحيح. فحياتي كلها كانت موجوده في المنتخب. حاسس ان في التزام لو انا غير يعني مش موضوع هو تعاقد، وموضوع هو في التزام. صحيح. يعني فهمت يعني في حاجه التزام، تجمش تقول يعني لا فهمت. صحيح. يعني فاهم شعورك ده. لكن غير ذلك طبعا انا في الاول وفي الاخر محترف. يعني في الاول وفي الاخر محترف يعني زاد وقت اللي باش تبدا تكون عندك الشغل بيزنس. المنتخب ديما باش يقعد معناها موجود، خاطر المنتخب انت تنجم مش طول السنه، عندك فترات مش تكون فيهم كومبيتيشن، مش تكون فيهم بطولات باش تجهز لهم والكل، لكن غير هذاك طبعا مش تكون عندك النادي اللي باش تشتغل فيه والكل، ويكون هذاك البزنس نتاعك يعني. طبعا كل المدربين كده، ما فيش حد بيبقى طول عمره عادي يعني. صحيح. ده وضع طبيعي وده سنه الحياه. طيب النجم الساحلي اخبارهم ايه؟ يعني كانوا عاملين فرقه كويسه حتى لعبنا فيها افريقيا ونهائي افريقيا والكل، لكن مشكله الماديه خلت انه العاب الصاله الكل يمشوا. معناها نزلوا، لانه يعني نزل مستواهم لانه ما عادش فما دعم مادي. طبعا وقعد كان الدعم كان للكره، حتى الرئيس الحالي الموجود دعمه الكل للكرة، وألعاب الصالة كلهم على جنب يعني. ما فيش دعم مادي، فالنتائج طبعا مش كويسة. طيب مش كويسة. يعني إيه غير الأفريقي والمنستيري حتى لو يجي في الترتيب الثالث والرابع والخامس مين يعني؟ فما القيروان قاعدين يعملوا في الشغل كويس. زاد ملعب النابلي لسه بعيد برضه؟ الملعب النابلي ما فيش إدارة توا مستقرة. فنتائجه طايحه لانه ما فماش دعم مادي. شو المال قوام الاعمال طبعاً يعني طبعاً فهمت طبعاً. اليوم باش تنجح في الرياضه ولا في اي ميدان هو لازم تكون عندك ستراكشر وفاينانشال، يعني تكون عندك هيكله اداريه وتكون عندك فلوس. لا لازم الاثنين يمشيوا متوازين. هيكله بس ولا برمجه من غير فلوس ما تجمش تعمل نتائج، وفلوس برك ما غير برمجه الفلوس مش بس. خلي بالك يا امين، انتوا برضه عشان تعملوا منتخب كويس جامد في تونس محتاجين دوري قوي يعني. أكيد. يعني الدوري لو على قد فرقتين هتبقى الامور صعبه. يعني انتوا عشان تعملوا منتخب قوي يا اما يبقى عندك 3 4 لعيبه محترفين بره كويسين، يا اما يبقى عندك دوري قوي. بالضبط. مشكله الدوري القوي عندكم النهارده مش بالقوه اللي كان قبل كده في الدوري التونسي. بالضبط. هو فرق المالي عند الانديه الاثنين هذوما هما اللي خذاو سحبوا اكثر اللعيبه. يعني انا مثلا نفضل انه يكون فما السته مثلا انديه بالضبط يكون متوزعين فيهم اللاعبين نتاع المنتخب، فيكون فما تنافس باهي للناس الكل، للانديه انه زاد مش من الاول انا اقول انا باش نصرف فلوسي علاش، ما هو النادي الفلاني صرف خذا اللعيبه الكبيره الكل. وتعرف ان هو تقريبا زاد حتى في مصر يعتبر نفس الموضوع. الفرقه الثانيه برضو يعني بتلاقي منافسه، بتلاقي شويه من الجزيره، ممكن تلاقي السبورتنج ماشي كويس، السموحه النهارده وصلت نهائي يعني برضو بتلاقي مرتبط. بس هو الاهلي والاتحاد نفس القصه برضو، هو النادي الاهلي والنادي فمثلا في مصر قبل صحيح يعني ما نسويش برضو قبل في مصر كانوا 8 لولانين كل واحد يربح في يعني. احنا فاكر انا لعبت في نادي الجيش، نادي طلع الجيش كان يعني
قبلها بعام كان التاسع، بعدين كسب الاهلي وكسب الجزيره وكسب الاتحاد في الاتحاد 28 بونت وكسب. انا فاكر فهمت فاكر. فيكون دوري قوي لما تكون عندك اكثر انديه بتنافس بتنافس، فذاك يعطي حتى استفاده للمنتخب ويخلي اللعيبه زاده تطلع فين ثلاثه في كل نادي يعمل طفره. امين انا سعدت جدا باللقاء النهارده وفكرتني يعني بايام جميله، واكثر واحد يعني اسعدني وجوده من اللعيبه المحترفين في النادي الاهلي هو انت النهارده. بشكرك، نورتني وشرفتني امين. شكرا، ان شاء الله تتكرر تاني، واتمنى لك كل التوفيق. انا اللي نشكرك، فرصه ساعة والحاجة فرحان برشا اللي شفتك، واني زاد شفت الناس وسلمنا عليهم الكل، فانا فرحان برشا بوجودي هوني صراحة معاكم، وديما ما نعتبرش نفسي أنا حتى مش طيف يعني أجنبي جيت، فنعتبر نفسي يعني ولد الدار، لأنه بالحق أنتم اللي حسستوني بال